أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. مباراة النصر العالمي والاتحاد المنستيري في البطولة العربية. النصر الآن هدفين والاتحاد المنستيري هدف. هدف الاتحاد المنستيري خطأ من مدافع النصر. أحرز هدفين النصر، الهدف الأول تاليسكا في الدقيقة 42 والهدف الثاني قبل لحظات من الدن كريستيانو رونالدو الأسطورة، هدف ولا أروع في الدقيقة 74، يعلن عن نفسه في البطولة العربية أول أهدافه، تسديدة رأسية ولا أروع من أعلى نقطة، كرة عرضية من الجبهة اليمنى يطلع من أعلى نقطة رأسية ولا أروع تسكن الشباك. زي ما انت شايفين كده الكرة بتزغرط في الشبكة. ستظل أسطورة دائما يا رونالدو.